خلاص يا عمر انا اسفه، ما تزعلش. هبدل البيست فريند، انا عارفه اعملها كويس. هبدل مع عمر عشان ازرع في دماغه انه بيحبني وانه ملوش غيري. عمر اصحى يا ابني، الساعه بقت 1 الظهر، تعالى ساعدني نصلح الغساله اللي بايظه دي. يا لهوي انا في جسم عمر بجد. انت زفت. ايوه يا بابا جه اهو. انت مالك ياض واقف كده ليه؟ اعمل ايه؟ ناولني البنسه. معيش بنسه، معايا توكه. انت ايه اللي جابها في شعرك دي ياض؟ وبعدين مالك ياض خرق كده ليه؟ ده انا لو جبت اسراء خطيبتك كانت ساعدني احسن منك. ما اظنش يا بابا. ماما عملتي الغدا؟ انا جعانه قوي. قصدي جعانه قوي. عملتي الغدا؟ عملت لك شوربه الكوارع اللي انت بتحبها. ياكي كوارع؟ هي دي اللي هي. خد ياض هنا. ياض انت مش مريحني من الصبح، هتاكلها يعني هتاكلها. حاضر. يا لهوي محمود صاحبه بيتصل، بس على مين ده؟ الممثله. ايوه يا اسطى. عامل ايه يا اسطى؟ ايه يا عمر مالك غريب كده ليه؟ انت فين؟ انا مستنيك في الجيم بقالي نص ساعه. حاضر حاضر جاي. نحط بقى ليب جلوس على شفايف عمر الناشفه دي قبل ما ننزل. قمر يا عمر. ايه يا زميلي عايزين ندمر العضلات؟ في ايه؟ ايه ده اللي انت حاطه على شفايفك ده؟ ده بنت اختي كانت بتهزر معايا. طب يلا هات الدمبلين ال50 كيلو دول وتعالى ورايا. 50؟ ده انا وزني كله 50. يا حبيبي يا عمر ده انت بتتعب قوي. مسج من احمد شغل على ميعادنا الساعة 7 يا بيبي. ملحوظة وحشتني قوي. ملحوظة خد بالك لحسن خطيبتك الزنانة تاخد بالها. ده انت ليلتك مش معديها يا عمر. يعني عمر خطيبي اللي انا كنت مفكرة انه كل البنات اخواته طلع بيخني. لا انا مش هسكت، لازم اعمل حاجة. انا مش قادرة اقعد في جسم الخاين ده اكتر من كده. ولا لا مش هبدل، وانا عارفة هاخد حقي منه ازاي. هحط له روج احمر. وريني هتعرف بنات تاني ازاي يا عمر. بابي انا نازل الجامعه. تشاو. ايه ياض اللي انت حاطه في وشك ده؟ ابني باظ يا جدعان. امشي ياض من هنا، مالكش بياض في البيت تاني. كده بوظت علاقته بالبنات وبباباه، فضل صحابه. الو. ايوه يا عمر. ايوه يا محمود انتوا فين؟ احنا على القهوه. طيب انا جاي حالا، اطلب لي موكا فرابتشينو على ماجي. هاي جايز. ايه ده يا عمر انت حاطط مكياج؟ اصل الجمال عدى الكلام. لا ده انت بقيت غريب قوي يا عمر. يلا بينا يا جماعه نمشي، لما تتظبط تبقى كلمنا. ولا اقول لك ما تكلمناش خالص، كله يبص في ورقته. ده الامتحان اللي عمر قال عليه مهم قوي عشان المنحه بتاعته. ايه المسقطتك يا عمر؟ هكتب كل الاجابات سبونج بوب، وريني بقى هتنجح ازاي. طب والله يا قمر يا عمر. ايه ده انا بتصل؟ ده اللي هو عمر. الو. ايوه يا اسراء، انا عارف ان انت جوه جسمي وعارف انت عملتي ايه كويس، بس انت نسيتي حاجه مهمه قوي. ما فكرتيش جسمك فين؟ فين؟ معايا. طب عمر انا كان عندي امتحان مهم قوي اول امبارح، ذاكرت له؟ بعد ما خليتيني اشيل اهم ماده في السنه عايزاني اذاكر لك لامتحانك ده، انا ما سقطتش فيه، بس ده انا سقطت في الثلاثه اللي قبليه. لا يا عمر ارجوك. طب عمر عملت حاجه تاني؟ عملت حاجات. اسراء اول لما بتصحى بتليط وشها بالكريمات دي. انا ماليش في ضيق التنفس ده، انا هقوم احلق دقني وشين وانزل. بس خلاص ما تكملش، انا مش هقدر اشوف منظر وشي بعد اللي انت عملته. ايه الهدوم دي كلها؟ كتير قوي عليها لوحدها، احنا نديهم لبنت عمتها اللي ما بتحبهاش. اوعى تكون اديت الفستان البنك لحد. اديته لعمتك نفسها. خلاص انت كده خدت حقك مني، كل واحد بقى يرجع جسمه وما نعرفش بعض تاني ابدا. انا كمان بقول كده برضو. الحمد لله، اما الحق اصلح اللي عمر بوظه. هو بيتصل ليه تاني ده؟ اي يا عمر احنا مش قلنا مش هنتكلم تاني؟ انا بس كنت نسيت اقولك ان انا وعدت مامتك ان انت هتغسلي المواعين وتعملي الغدا لمده 20 سنه.